تسمعوا بوليتيكا كل يوم من الاثنين للجمعة من نص النهار الماضي ساعتين اجتماع متاع قرطاج اعتبره مؤقت وتكتيكي وسيستأنف هذا المسار، والأغلب أنه بش يكون بإسقاط شاهد من خلنا نفهم ساعة مؤقت القديش من وقت وتكتيكي كيفاش التكتيك شنو هو التكتيك منه الموضوع. أولا يلزمنا نعرف السبب السبب نتاع تعليق الاجتماع هو راشد الغنوشي. إيش معناه؟ والذي اتخذ القرار هو الباجي قايد السبسي، يعني سبب كبير أصلي هو راشد الغنوشي. لأنه راشد الغنوشي خذا تفويض من مجلس الشورى، وقبل الاجتماع نهار الاثنين كان اجتماع نهار الجمعة، وتقريبا نفس الأمور طرحت. لكن اللي زاد عليه بيناتهم هو أنه جمع هياكله وخذا تفويض تفويض فوضوله بالنظر حتى في إقالة يوسف الشاهد. لكن أشاروا لشيء ربما الناس ما انتبهتلوش، بشروط وأهم شرط هو من سيكون بعد البديل. هذا جديد وتو نرجع لك نعطيك رأي في هذا. الحالة اللي موجودة أنه شد صحيح في عدم، لأنه كذلك داخل حركة النهضة فيهم ناس ضد تماما تنحية رئيس الحكومة، لكن اعتقادي أنه منفتح على تنحيته ومستعد يمشي في تنحيته بشروط. الحقيقة متى هذه الشروط هو أنه راشد الغنوشي يحب يبدل مفردات التوافق مع الباشي. بمعنى؟ بمعنى إذا كان عملنا توافق منذ باريس إلى اليوم التزمت فيه المهادنة، لأني نحب نحقق هدف الحماية والتطبيع لوضعي. اليوم ماذا بيا نشارك في القرار، واللي يخليه يقول هذا هو الانهيار التام لحزب نداء تونس ولنهاية العهدة تقريبا لحكم الباجي لأنها السنة الأخيرة، ولما تطرحه عليه كحركة كراشد الغنوشي استحقاقات 2019. ولذا يحب يغير الكونتراتو، يغير فصوله، ويحب يدخل فصل من القدام ما عادش ممكن باش نمشيه في وثيقة على شكل وثيقة كارتاج الأولى اللي هي أدبية وشعرية وفوضى ونوايا طيبة. فجأنا بيوسف الشاهد، هذا ما عادش ممكن، يزمنا نحكيه في كل شيء سلة كاملة. هذا تقريب حقيقة الموقف، وإذا كان هذه حقيقة الموقف هذه الرسالة على الأقل قريتها أنتما. أنا نقرأها هكا وأستدعي قرار الرسالة هذه، ذاك علاش طلب التعليق؟ اعتقادي هو هذا الأصل، لأنه يطالب مشاركته في القرار، في القرار في إدارة ما تبقى من العهدة. وعنوانها الرئيسي اليوم هو تغيير حكومة، لأن الحكومة اللي باش تأخذ الحكم الآن هي اللي باش تنتهي بينا للاستحقاق متاع 2019، هي اللي باش تكمل العام وشهرين ولا عام وثلاثة أشهر. الموضوع الآخر هو يعني ثم هو استئناف المشاورات استئناف المشاورات ممكن في كل وقت، ممكن في كل وقت. وأنا اعتقادي السفر نتاع الرئيس هذا يفسروا فيه في الفيسبوك والناس ومشى، هذا رئيس دولة يقوم بدوره الدبلوماسي وفي مؤتمر هام، وليبيا تعنينا منا وفينا، ويعني وموضوعنا ملفنا بطبيعة الحال باش يكون موجود يعني اليوم. لكن اعتقادي انه الاسبوع هذا ممكن انها تفاجئ الناس. علاش نقول لك ايش معناها؟ معناتها نتوقع مفاجآت منا لاخر الاسبوع، مفاهمات واقربها انه يكون اكثر طيع راشد الغنوشي تجاه الباجي قاسم. تسمع بوليتيكا كل يوم من الاثنين للجمعة من نص النهار الماضي ساعتين